هاو اوتشي، اوتشي راوغ راح يصب بالقلب اليسرى والمعزوزي في المكان المناسب. هاي كرة على الجهة اليسرى لحمار زيري يرفع راسه، اوه اوه صعبة صعبة صعبة، لو كان روض الكرة لكانت صعبة من ناجي رشيد. العقد نتاعو ينتهي في 20، يا سلام على تدخل عبد القادر الصالحي، احتجاج سباح يقولون فيه 5 متر و50. ياس بن يوسف صعبة صعبة صعبة، تصطدم بالعارضة الأفقية وتروح إلى 5 متر و50، رغم أن معزوزي كان في اتجاه الكرة. شوف تبعها لهريات كان يظهر، وحمار في العمق من هناك، هاي كان فيه 1-2 بالرأس يعني. هاي الكرة لو وصلت ناجي كان وحده، ما كانش فيه وضع التسلل، كان فيه تيزي وبعلي اللي واصل الجري تاعو. كرة على الجهة اليسرى من هناك لمكاوي، فتحة صعبة صعبة صعبة، با 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 با. لو لمسها مليح، لو ضربها مليح ناجي لكانت صعبة على فريق شبيبة القبائل. ونهاية هذه المواجهة سيداتي أو نسيس، هذه كما بدأت 0-0.